ونظرية التزام في القانون. كان بالإمكان أن تكون هذه المادة في وحدة واحدة لا تتجزأ بين الفقه الإسلامي والقانون، ولكنها كذلك جزئت. نظرية التزام في الفقه الإسلامي ونظرية التزام في القانون. إذن على كل حال هذه الوحدة نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي. وعندما نقول الفقه الإسلامي بمعنى شامل للمذاهب الإسلامية، عندما نقول الفقه الإسلامي عندنا الشريعة الإسلامية وعندنا الفقه الإسلامي. من الأهم ومن الأخص عندما نقول الشريعة الإسلامية ونقول الفقه الإسلامي؟ أهم هو الشريعة. نعم، لكن عندما نقول الفقه الإسلامي فإذا اجتهد المجتهد بطبيعة الحال الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد واجتهد ووصل إلى حكم شرعي، هل يعتبر هذا من الشرع أم لا يعتبر من الشرع وإنما يعتبر من التراث الفقهي؟ صحيح الشريعة أعم من الفقه الإسلامي، ولكن ما عندناش الأدوة ديال توضيح، حصة أخرى إن شاء الله نوضح كل عندنا القلم. لكن عندما يجتهد المجتهد ويصيب فهذا من الشرع، وعندما يجتهد المجتهد ويخطئ فهذا من التراث الإسلامي. إذن الفقه الإسلامي الشريعة أعم من الفقه الإسلامي، والفقه أحيانا يكون من الشرع وأحيانا يكون من أقوال الفقهاء والمجتهدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذن الشريعة أعم. وعندما نقول الفقه الإسلامي نقصد الفقه بصفة عامة، لا نقصد المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الظاهري أو إلى غير ذلك، فهي مذاهب نعم، لكن قبل أن تكون هذه المذاهب وقع خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقع الاتفاق بين الصحابة ووقع الاختلاف بينهم. عندما كانوا يتفقون هذا يسمى بالإجماع، وعندما كانوا يختلفون والاختلاف رحمة. لكن عندما نقول المذهب إشارة، مش الموضوع ديالنا هو هذا. عندما نقول المذهب، المذهب يتكلم أو المجال دياله مجاله المسائل الجزئية الظنية وليس الكليات وليس القطعيات، لا، المسائل الجزئية الظنية. هناك من الأمور محسومة كالنص الشرعي القرآن والسنة المتواترة، فإذا كان النص الشرعي صحيحا صريحا لا اجتهاد فيه، حذر والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بأكثر. إذن هذه نصوص قطعية لا مجال للاجتهاد فيها. أيضا فإذا كانت عندنا سنة متواترة فهي بمثابة القرآن، لأن السنة تنقسم إلى أقسام. فإذا كان هناك نص من السنة وهو في مرتبة التواتر يعني متواترة، وكان هذا النص صحيحا صريحا لا مجال للاجتهاد فيه، لا دخل للمجتهد هنا،
لكنه أحيانا قد يكون هذا النص هو من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة المتواترة، ومع ذلك يدخل الاجتهاد عندما يكون النص بطبيعة الحال ورد علينا متواترا كالقرآن، ولكنه في دلالته يحتمل ويحتمل. إذن عندنا دلالة، يعني في الألفاظ أهل الدلالة من أهل اللغة ومن أهل الأصول. فإذا كان هذا النص من القرآن أو من السنة، ولكنه ليس صحيحا، نعم لكنه ليس صحيحا، هناك من يؤوله ويفسره بكذا، وهناك من يؤوله، هذا نعم مجال اجتهاد المجتهد. أيضا مجال اجتهاد المجتهد فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه أصلا، عندما تنزل نازلة ونتمعن في النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة ولا نجد نصا يوضح هذه الواقعة، فهذا هو دور المجتهد، لكن يعتمد على النصوص العامة ويعتمد على تقنياته الخاصة باعتباره مجتهد، ويلحق هذه الواقعة، يلحق هذه الواقعة إما بالإلغاء وإما بالاعتبار. إذن المجتهد والمذهب يعمل في مجال محدد، إذن المجال مجال محدد. إذن قلنا وقع الاختلاف بين الفقهاء، بين الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه وقع الاتفاق بينهم على الإجماع. إذن من العصر الأول إلى العصر الثاني إلى العصر الثالث إلى العصر الرابع، وهو عصر التدوين والأئمة المجتهدين، مش من بعدوش إلى الموضوع. إنما عندما نقول الفقه الإسلامي قلنا قد يجتهد المجتهد والذي توفرت له شروط الاجتهاد ويصيب، فإذا أصاب فيعتبر هذا الاجتهاد من الشرع تماما ومن الشريعة، لكنه إن أخطأ يعتبر من التراث الفقهي ومن التراث الإنساني. إذن الفقه الإسلامي بصفة عامة فيه وقائع متعددة اجتهد فيها المجتهد، لا بد للذي يدرس أن يرجع إليها أحيانا. إذن الوحدة هي نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي. لاحظوا هذه النظرية، لا بد وأن نقف عليها نفكك هذا الاصطلاح، نظرية الالتزام الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي لا يعرف النظرية، لماذا؟ عندما نقول النظرية يعني أمور متعددة تجتمع في موضوع وتتحد ويصطلح عليها النظرية، لكن هذه النظرية هي في القانون، لكن في الفقه الإسلامي لا يعرف هذا الاصطلاح، بل يعرف طريقة أخرى وهي التتبع والاستقراء من المصادر الأصلية لكل واقعة واقعة. إذن مثلا وقعت واقعة يرجع إلى المصادر المعتمدة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن المصالح المرسلة ومن عمل أهل المدينة ومن العرف ومن إلى غير ذلك من المصادر المعروفة عند الفقهاء. إذن وبالتالي في حد ذاته الفقه الإسلامي لا يعرف النظرية. ما معنى النظرية؟ بمعنى
يعني النظرية القصد بها نعم نعم. فإذا أصابت الآن قد لا تصيب بعد 10 سنوات. كم من نظرية أصبحت في خبر كان؟ إذن هذا لا يعني أن الفقه الإسلامي لا يعرف التجزئ والتقسيم، لا أبدا، يعرف كل الأمور، لكن الطريقة والمنهج المعتمد كان هو منهج استقرائي تتبعي للوقائع وللأحداث التي تقع، فيجتهد المجتهد ويعطي فتوى وحكم في هذه الواقعة. لكن عندما نقول النظرية بمعنى أحد مجموعة من المعطيات تتشابك فيما بينها، تجتمع على أمور نسميها نظرية ونبقى تحت سقف هذه النظرية. لكن التاريخ يثبت كم من نظرية كانت صائبة، ولكن بعد فترة زمنية لم تبقى صائبة. إذن نظريات متصارعة فيما بينها في القانون، لكن احنا بغينا نطلقها على العنوان نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي. فإذا وقفنا وقفة تأملية على هذا الاصطلاح وذهبنا في هذا الاصطلاح، قد نتهم الفقه الإسلامي بعدم المسايرة، وهذا خطأ فادح. إذن عندنا الشريعة الإسلامية، فإذا قارناها مع الشرائع السماوية الأخرى، الشرائع السماوية السابقة أتت بالقواعد والكليات وانتهت بانتهائها، لكن الشريعة الإسلامية أتت بالكليات وتركت الجزئيات والفروع للمجتهدين في كل عصر. وبالتالي حتى ولو كان اصطلاح نظرية الالتزام، هذا اصطلاح ناقص وسيتبين ذلك لاحقا. إذن الفقه الإسلامي لا يعرف النظرية، وإنما يعرف الاستقراء والتتبع ليصل إلى نتيجة وإلى حل هذه الواقعة التي وقعت. لكن النظرية مثلا، عندنا النظرية بمعنى يعني هناك معلومات مجتمعة فيما بينها صالحة، يمكن أن تكون وأحيانا تكون متناقضة منذ انطلاقتها. إذن هذا اصطلاح لا مشححة في الاصطلاح، نقول نظرية الالتزام. ولكن عندما نتمعن لاحقا سيتبين عكس هذا الاصطلاح. إذن نظرية الالتزام، لاحظ الالتزام، عندنا الالتزام وعندنا الإلزام وعندنا الضمانات. إذن عندما نقول الالتزام يتضح من هذا الاصطلاح أن هذا التزم الالتزام، لكن عندنا اصطلاح آخر الإلزام الإجبار، نعم، عندنا اصطلاح آخر الضمانات. إذن عندما نرجع إلى الجانب اللغوي، الإلزام والالتزام من فعل لازم. إذن من الجانب اللغوي فعل لازم الالتزام والإلزام، لكن الباحث عندما يبحث
ينظر إلى الجانب اللغوي وينظر إلى الجانب الاصطلاحي ويعتمد على الجانب الاصطلاحي. أما الجانب اللغوي قد نتفق وقد نختلف، قد يقول قائل أصل هذه الكلمة من كذا، وقد يقول يعني آخر من كذا، وقد حسب يعني المصادر المعتمدة. لكن عندما نقول من حيث الاصطلاح أي من حيث اتفاق الفقهاء، عندما نعرف مثلا الزواج أو الطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الصدقة إلى غير ذلك، فهذا التعريف يجب أن نتفق عليه، لأن هذا التعريف قاعدة شرعية يجب أن تطبق على الجميع. إذن في اللغة في الجانب من الجانب اللغوي قد نتفق وقد نختلف، لكن من الجانب الاصطلاحي لا بد أن نتفق على هذه القاعدة، لأنها قاعدة يجب أن تطبق على الجميع. قد يكون هناك خلاف داخل المذهب، وقلنا سابقا المذهب لا يعني الشرع، وإنما مسألة هو مجاله مجال جزئي في المسائل الاجتهادية الظنية. وإذن قد يكون هناك خلاف داخل المذهب، وهنا عندنا ثلاثة اصطلاحات، عندنا الراجح والمشهور وما جرى به العمل. الراجح والمشهور وما جرى به العمل قبل التقنين، قبل التقنين تقنين الفقه الإسلامي مثلا كمدونات الأسرة، وقبل أول تدوين كان على المذهب الحنفي المجلة العثمانية. قبل التقنين وخاصة في المغربي وخاصة المذهب المالكي كان المفتي والفقيه والقاضي والمحامي إلى غير ذلك يعتمد على هذه المصطلحات الثلاث، الراجح والمشهور وما جرى به العمل. عندما نقول الراجح هو ما قوي دليله، والمشهور هو ما اشتهر بين الناس، ما جرى به العمل هو من جانب عمله والذي تحكم به المحاكم داخل المملكة. إذا عندما نقول الالتزام نعرفه من جانب اللغوي ونعرفه من جانب الاصطلاحي. من جانب اللغوي قلنا هذا هو الأصل، قد نتفق وقد نختلف، لكن من جانب الاصطلاحي لا بد وأن نتفق على قاعدة معينة. قد يكون هناك خلاف داخل المذهب، لكن كيف نحسم هذا الخلاف؟ نحسم هذا الخلاف بطبيعة الحال ما قوي دليله، ما اشتهر بين الناس، ما به العمل في المحاكم إلى غير ذلك. إذن فالالتزام والإلزام من فعل لازمة، والإلزام بمعنى الثبوت والوجوب، الثبوت والوجوب، والالتزام هو شغل الذمة بشيء معين، قد يكون ذلك اختياريا وقد يكون ذلك جبريا. بمعنى اختياريا التزمت فأجبرت نفسك. إذن عندما نقول الالتزام وعندما نقول الإلزام فهو من فعل لازمة، لكن ومع ذلك فالإلزام يعني الثبوت والوجوب، والالتزام يعني شغل الذمة بشيء معين. قد يكون هذا الشغل اختياريا بمعنى الإنسان اختار ذلك، ونعطي أمثلة لاحقا، وقد يكون ذلك مجبرا، قد يجبره الشرع وقد يجبره رئيس مؤسسة. إذن
ننطلق بالأمثلة، فمثلا الأمر بحضور هذه الحلقة من أين أتى؟ هل هو إلزام أو التزام؟ فهو إلزام، فالأستاذ ملزم بالحضور على الساعة 8 والطلبة كذلك، ولكن الأمر هكذا. إذن عندما نقول الالتزام وعندما نقول الإلزام فقد نفكك الاصطلاحات، ولكن الحصة الآتية إن شاء الله تكون غزيرة، لأن المادة مهمة جدا، وهي مدخل لكل المواد، فلا معنى للطالب أن يدرس مواد أخرى ولا يدرس نظرية الالتزام. ولكن فالأستاذ دائما سيكون في وقته بل قبل الوقت، ولكن لا ما عنديش شي حاجة في يدي باش نلزم الطلبة يحفظوا على شيء آخر، ولكن تكون نسبة مئوية هائلة وخاصة هذا المدى. إذا الإلزام يكون من الأعلى، فمثلا الشرع أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج وأمرنا بأمور متعددة. إذن هل هذا الاصطلاح نسميه التزام أم إلزام؟ في نهاية المطاف سواء كان إلزاما أو التزاما هي نتيجة واحدة، ولكن من حيث المصدر، من حيث المصدر فالإلزام يكون من الأعلى والالتزام يكون اختياريا. إذن عندما نقول الإلزام ألزمنا الشرع بفعل بالابتعاد عن المحرمات، ألزمنا الشرع بالصلوات الخمس، إذن هل هذا التزام ولا إلزام؟ هذا إلزام، هذا إلزام مصدره الشرع، قد يكون إلزام لكن مصدره الوزير، قد يكون إلزام مصدره رئيس مؤسسة، إذن هو اصطلاح واحد. إذن عندنا الالتزام وعندنا الإلزام، عندما نقول الإلزام مصدره الشرع أو مصدره صاحب القرار الأعلى هذا إلزام، لكن عندما نقول التزام بمعنى أن المكلف يلتزم طواعية واختيار، يلتزم طواعية واختيار، هذا الذي يريد أن يتزوج من ألزمه بالزواج؟ لا أحد، بل تزوج طواعية واختيار. إذن الزوج باختياره والزوجة باختيارها وعقد الزواج بصفة عامة له أركان وله شروط، وبالتالي فإذا اختلت الأركان يكون العقد باطلا، وإذا اختل الشرط يمكن لهذا العقد أن ندخل عليه بعض الأمور لأن يصبح صالحا، لكن إذا اختل الركن فالعقد يكون باطلا. مثلا المحل هذا هو هل عنده الأركان أربعة، إذا زرنا هذا مشينا. إذن عندما نقول التزام، التزاما يكون اختياريا، التزم البائع مع المشتري، إذن البائع يريد أن يبيع هذه القطعة الأرضية، والمشتري عندما وصله الخبر بطبيعة الحال وافق على ذلك واتضح الأمر عن طريق أمور متعددة،
فإذا كان ذلك طواعي واختيار نسميه التزاما ويسمى العقد عقدا. من كنقولوا العقد لا بد فيه من طرفين على الأقل، إذا الزوج، الزوجة، الوالي إلى غير ذلك. احنا دابا غير في الصلاح، غير هي نتيجة واحدة، نتكلم عن الإلزام ونتكلم عن الالتزام. قلنا الإلزام مصدره الشرط، ولكن الإلزام الالتزام مصدره الأطراف. قلنا عقد البائع، البائع والمشتري، من ألزمهما بالبيع والشراء. فإذا ألزم البائع على أن يبيع هذه القطعة الأرضية فهذا العقد باطل، فإذا أكره على العقد فهذا العقد باطل. إذن عندما نقول التزام فالالتزام يكون طواعية واختيار بين الأطراف، قد يكون عقدا وقد يكون إرادة منفردة. مثلا عندنا عقد البيع فيه أطراف البائع والمشتري، لكن عندنا عقد الصداقة وعقد الهبة وعقد العارية وعقد إذن لا نسميه عقدا وإنما نسميه نسميه عقدا وحتى براقة بإرادة منفردة. هذا العقد ناتج عن طرف واحد، عقد الهبة، عقد الصداقة، عقد الحبس، عقود متعددة أو ما يصطلح عليها بعقود التبرعات. تطوع. إذن من ألزم هذا الشخص بأن يتبرع على هذا، من ألزمه؟ لا أحد. إذن هذا من عقود التبرعات. عندنا عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود المشاركات وعقود الكفالات إلى غير ذلك. ولكن الذي يهمني من هذه الزاوية هو أن نوضح الإلزام أو التزام من هذه الزاوية. إذن عندما يكون العقد بين طرفين يكون اختياريا، وإذا لم يكن اختياري ما مصير هذا العقد؟ البطلان. لماذا؟ لأن هذا العقد لم تتوفر فيه الأركان، فإذا أجبر على أن يبيع ليست هناك إرادة. إذن الرضا عندنا مثلا عقد البيع فيه الإيجاب والقبول. إذن عقد البيع إيجاب وقبول وصيغة. إذن الصلاحات متعددة. إذن عقد البيع قوافل الأطراف. إذن عقد البيع هو التزام ولا إلزام؟ هو التزام. لماذا؟ لأن مصدره الأطراف. إذن من ألزم البائع بالبيع والشراء؟ لا أحد. فإذا ألزم فهذا العقد غير صحيح من الوجهة الشرعية وغير صحيح من الوجهة القانونية. إذن وبالتالي لا بد عندما نقول التزام بمعنى لا بد. أيضا هذا الالتزام قد يكون بطرف واحد، عقد انفرادي، فالذي التزم بالنفقة على صغير وجد شخصا في الشارع العام أو طلبه من أحد والتزم بأن يقوم بتربيته من أكل وشرب وتدريس إلى غير ذلك. ماذا يعني هنا
أن هذا المكلف هذا الإنسان واش التزم واش هنا التزام ولا إلزام؟ هذا الإنسان مثلا هو مار في الشارع العام ووجد طفلا تائه أخذه إلى منزله وقام بإشعار السلطات المحلية على هذه الواقعة، فإذا لم يتبين أحد من أهله فهذا الذي قام وأخذه فهو ملتزم بتربيته، فإذا لم يلتزم عليه أن يسلمه إلى الجهة المختصة. إذن هل هذا إلزام ولا التزام؟ التزام. لماذا؟ كان بإمكانه أن يمر، والناس كثار اللي بغى يدير الخير فليتفضل، إذن هذا التزام منه. ولكنه عندما يلتزم لا بد أن يلتزم، لا يمكن له أن يذهب بهذا الطفل إلى المنزل ويقوم بغط عليه الأبواب بدون أكل، نهائيا لا بد أن يكون ملتزما. إذن هذا الالتزام قد يكون مصدره الأطراف وقد يكون مصدره طرف واحد. لكن هناك أمور أخرى فالأطراف لا دخل له، هذا الشخص لا دخل له في هذه الواقعة ولكنه يتحمل فيها المسؤولية، وهو ما يصطلح عليها بالضمانات. فمثلا الإنسان قام بإتلاف مال الغير، خرج من هنا قام بحرق حقل من القمح أو من الشعير أو إلى غير ذلك، فهذا الشخص بطبيعة حال كيفما كان كبيرا أو صغيرا، فالكبير هو الذي يتحمل المسؤولية والصغير ولي أمره هو الذي يتحمل المسؤولية. قام بإحراق سيارة معينة في الشارع، إذن هل يتحمل المسؤولية هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل أم لا يتحمل المسؤولية؟ نعم صحيح. لكن من يحمله هذه المسؤولية؟ من يحمل هذه المسؤولية؟ القانون الشرع. إذن لا يمكن لأي إنسان أن يعتدي على شخصين أو على ماله أو على إلى غير ذلك، لكن هل هناك رابط بين هذين الشخصين؟ هل هناك قاعدة تجمع بينهما أو روابط تجمع؟ لا، قد يكون ذلك خطأ وقد يكون ذلك ناتج عن مسؤولية تقصيرية وقد يكون ذلك ناتج عن اتفاق. هذه الواقعة التي تقع في الشارع قد تكون ناتجة عن اتفاق في عقد البيع، وقد تكون ناتجة عن المسؤولية التقصيرية، وأنت قصرت وأنت تهورت ففعلت هذا الفعل، فصاحب الحق عندنا الدائن والمدين، فصاحب الحق عليه أن يذهب إلى من يهمه الأمر ويطلب منه التعويض. إذن وهذا ما يصطلح عليه بالضمان، ما يصطلح عليه بالضمان. إذن نعيد الفكرة، عندنا الإلزام وعندنا التزام. عندما نقول الإلزام مصدره الشرع أو مصدره سلطة عليا، وعندما نقول التزام مصدره الأطراف أو مصدره المسؤولية التقصيرية. عندما نقول التزام مصدره الأطراف كعقد البيع، إذن عقد البيع من ألزم البائع بالبيع والشراء؟ لا أحد.
من ألزم المشتري؟ اختياريا، لكنه إذا ألزم على البيع أو ألزم على الزواج أو ألزم على الطلاق فهذا العقد باطل من أساسه، والمبني على باطل فهو باطل. إذن هذا الالتزام قد يكون من طرفين، قد يكون عقدا، وقد يكون هذا لا التزام فيه وإنما ناتج عن مسؤولية تقصيرية، خرج من هنا فقتل وضرب وأحرق وضيع أموال الناس. هل هناك التزام بين هذا الشخص والشخص الآخر؟ ليس هناك التزام، لكن هل هو مسؤول؟ هل هو مسؤول على هذه الأموال أم لا؟ هل هو مسؤول على هذا الضياع أم لا؟ مسؤول. لكن من يسأل؟ القانون. الشرع، القانون، القضاء، حسب الحال. إذا هذا أحرق أو أتلف مال غيره، إذا فهو مدين. عندنا الدائن وعندنا المدين. بسطوا الفكرة هذه، عندما يكون عقد قائم بين البائع والمشتري، عقد قائم بين البائع والمشتري، فالبائع يلتزم بتسليم هذه العقد، والمشتري يلتزم بأداء الثمن المتفق عليه. وإذا في هذا الاصطلاح عندنا الدائن وعندنا المدين. إذا البائع هو دائن للمشتري، والمشتري مدين، والمشتري كذلك. إذا مسألة متبادلة، عندما نقول مدين بمعنى عليه الحق للطرف الثاني، وعندما نقول دائن بمعنى له الحق. إذن البائع له الحق على المشتري فاش في أداء الثمن، والمشتري له الحق على البائع في تسليم الشيء المبيع. واش تصورتوا هذا الأداء؟ إذن لكن في العقود الانفرادية كعقد الهبة، فلان التزم بالصدقة أو النفقة، إذن أين هو صاحب الحق هنا؟ وأين هو المدين هنا؟ المدين هو الذي التزم، لكن صاحب الحق أو الدائن هو الشخص المستفيد. إذن الشخص المستفيد هو الدائن. نعيد الفكرة. إذا عندنا الالتزام وعندنا الإلزام وعندنا الضمانات، ومع ذلك الفقه الإسلامي هناك أمور أخرى خارج عن هذه الضوابط. فإذا قلنا نظرية الالتزام، رجعوا للعنوان الوحدة، يكون الموضوع ناقص. تكلمنا عن الإلزام وتكلمنا عن الضمانات، لكن إذا قلنا نظرية الالتزام بمعنى أخذنا وضيعنا الفقه الإسلامي، هناك اصطلاحات متعددة. أشهر هذه الاصطلاحات هي هذه الاصطلاحات هذه الثلاثة، كان عندنا الالتزام والإلزام والضمانات، ولكن الوحدة عنوانها نظرية الالتزام، وكأنه يتكلم عن العقد ويتكلم عن التزام متبادل بين الأطراف. لكن عندنا التزامات أخرى مهمة كالإلزام وأيضا كالضمانات. إذن الوحدة عنوانها نظرية الالتزام، ولكن عند
تمعن. في اصطلاحاتها نجد أن هذا الالتزام، نجد أن هذا الاصطلاح قاصر. ما معنى قاصر؟ لا يحوي تحته كل الاصطلاحات المتعلقة بالفقه الإسلامي. ففقهاء الإسلام قاموا بتدقيق هذه الاصطلاحات وأعطوا اصطلاحات متعددة، ومع ذلك قال لك سيدي هناك اصطلاحات أخرى قابلة لأن تكون داخل هذه النظرية. إذن على كل حال نكتفي باصطلاحات ثلاث: الإلزام والالتزام والضمانات. عندما نقول الإلزام مصدره الشرع، وعندما نقول الالتزام مصدره الأطراف أو إرادة الأطراف، وعندما نقول الضمانات مصدره صحيح في الأثر. الأثر إذن هذا الذي خرج من هنا وقتل شخصا، هل هناك رابطة بين هذا الشخص والشخص الآخر؟ أو ضربه أو ضيع مال هذا الشخص، هل هناك رابطة اتفاقية بينهما؟ ليس هناك رابطة. لكن هذا الشخص هل هو مجبر على أداء ما بذمته لهذا الضيع؟ نعم. لكن من يلزمه؟ يلزمه الشرع. مثلا قتل هذا الشخص شخص آخر، الشرع يلزمه. أيضا يلزمه القانون، تلزمه السلطات إلى غير ذلك. إذن ثلاثة اصطلاحات نعتمد عليها بالأمثلة: إلزام والتزام والضمانات. ومع ذلك يبقى ولكن الوحدة عنوانها الالتزام. إذن هناك اصطلاحات أخرى خارجة عن هذا المجال، ولكن على الأقل نقول بأن عندما نقول التزام في الفقه الإسلامي بأن هذا الاصطلاح ناقص ولا يجمع ولا يضم تحته كل الاصطلاحات المتعلقة بالفقه الإسلامي. على الأقل نعرف هذا الثلاثة اصطلاحات. ومع ذلك فإذا رأينا الاختلافات في هذه الاصطلاحات لكن النتيجة واحدة، هذا ألزمه الشرع بالصلاة، التزام ولا إلزام؟ إلزام. إلزام. هذا ألزمه رئيس مؤسسة من الحضور لقاعة، إلزام. ولكن التزام، عندما نقول التزام باع البائع واشترى المشتري، طواعي واختيار. وإذا النتيجة، فإذا باع البائع واشترى المشتري بطبيعة الحال توفرت الأركان والشروط. هل من حق البائع أو من حق المشتري أن يقول لهذا الشخص الله يخليك رد لي فلوسي هذه الأرض مثلا؟ لا نهائيا. إذا هو التزام يكون عن طواعية واختيار، ولكن النتيجة ما نتيجة هذا الأمر؟ نتيجة إلزامية. قاعدة فقهية: من التزم بشيء لازمه. وإذا أنت التزمت بالبيع، ما كاين تغرير، ما كاين إكراه، ما كاين كذا، ما كاين حاجة. إذا باع عن طواعية واختيار، والشراء عن طواعية واختيار. دوز بسبع قال لك الله يهديك، ما خصناش هاد الدار هاد فلوسك رد لي ديالك. لا يجوز قطعا، لا استثناء إذا اتفقا معا. إذا هذاك البائع والمشتري اتفقا معا، قالوا ودي فيها خير شي بس ما كان، ها فلوسك ها أرضك. ولكن هذا عقد آخر، هذا عقد بنفس الثمن، ولكن عقد آخر ورضا آخر بنفس الثمن، وهو ما يصطلح عليه بالإقالة الفقه الإسلامي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما في صفقته، من أقال نادما في صفقته
أقال الله عثرته يوم القيامة، ولكن هذا النص هل على سبيل اللزوم؟ لا، على سبيل الاستحباب لمن أراد. صحيح هذا يقع، ويقع الندم، إنسان قد يقوم بعمل ويندم على هذا الفعل، ولكن قد لا ينفعه الندم. ذهب إلى البائع أو ذهب المشتري إلى البائع والبائع إلى المشتري لعلهما يرجعا إلى ما قبل العقد، وقد لا يوافقه، والشرع والقانون لا يلزم البائع بالرجوع إلى ما قبل العقد، لكن إن اتفق معه فهذا عقد آخر جديد يسمى بالإقالة، والعقد الأول يسمى بالبيع. إذن كل من نتيجة كل من الإلزام والالتزام هي واحدة، ألزمك الشرع أو ألزمت نفسك. التزم هذا بالنفقة على جاره الذي لا مأوى له فترة زمنية معينة أو قيد الحياة، هل من حق هذا الشخص أن يضيع هذا الرجل المسن؟ نهائيا. لماذا؟ لأنك ألزمت نفسك، وبالتالي لا حق لك في أن ترجع على هذا القرار. إذا النتيجة تكون هي نفس النتيجة، الإلزام والالتزام قلنا مصدرها فعل لازم، لكن الإلزام مصدره الشرع، والالتزام مصدره الأطراف، لكن النتيجة هي واحدة. فإذا ألزمك الشرع أو ألزمت نفسك، ألزمت نفسك لا بد وأن تقوم بهذا الفعل. إذن هي نتيجة واحدة، الالتزام والإلزام. لكن عندما نقول التزام نقصد العقد، لأن كاين العقد وكاين العقد بإرادة منفردة، ولا يصطلح عليه العقد. عندما نقول العقد، عقد الأطراف اتفقا فيما بينهما على الزواج أو على عقود أخرى متعددة، إذن هذا عقد. عندما نقول العقد لا بد فيه من أطراف، أقل هذه الأطراف جوج، إذن هذا عقد. لكن هناك ما يصطلح عليه بالعقد الانفرادي أو الإرادة المنفردة أو عقود التبرعات، اصطلاح الفقه الإسلامي. إذن فهذا التزام بالنفقة على دور الأيتام، على دار القرآن، هذا التزم بالتبرع، هذا التزم بالهبة، هو عقد التزم. ولكن هذا الالتزام لا بد عندما يلتزم فذمة هذا الشخص تصبح عامرة بهذا الالتزام، لا يمكن لك أن تلتزم وتبتعد عن هذه الواقعة. فالتزمت بالنفقة على دار القرآن عليك، إذا ألزمت نفسك، لكنه هو ليس عقدا، وإنما يصطلح عليه بالتعبير القانوني يعني بالعقد الانفرادي. إذا العقد الانفرادي هذا التزم بالنفقة على دور الأيتام، إذن هو نقول عنه مدين. فين هو الدائن؟ فين هو صاحب الحق؟ فين هو صاحب الحق؟ عندنا هذا الذي التزم أصبح مدينا، والتزم طواعي واختيار، من ألزمه بالصدقة؟ ومن لا أحد. إذن أصبح هو مدين. ما هو صاحب الحق؟ صاحب الحق الأيتام أو دور العجزاء أو إلى غيره حسب الاتفاق. إذن هذا نسميه عقدا. عندما نسمي العقد
يندرج دائما في الفقه الإسلامي على الأطراف، والإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي نقصد العقل الانفرادي يعني التبرع، تبرع. لكن النوع الثالث وهو الضمانات، عندما نقول الضمانات فهذا الشخص كان بعيدا عن هذه الواقعة فأصبح ملزما بها، وخرج من هنا فأتلف وضيع مال الغير. إذن هذا الغير من حقه أن يطالب، إذن هذا الغير هو الذي يعتبر صاحب حق. هذا التلف قد يكون بحسب الحالة إما ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن طريق الخطأ، ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن طريق الخطأ. مسؤولية تقصيرية والخطأ كلاهما الذي وقع في هذا الضياع أو في هذا من حقه أن يطالب الجهات المالية بأداء التعويضات. مثلا على سبيل المثال من الأشياء التي يكون هذا الشخص ملزما بها حتى ولو مات يكون ذلك في ماله. فمثلا خرج الشخص من هنا إلى الشارع العام وحفر بئرا فسقط فيه حيوان أو سقط فيه إنسان، إذن هذا الإنسان أو هذا المكلف قام بهذا الفعل، وهذا الفعل سبب في هذه الوقائع، فهو ملزم. سقط فيه حيوان فهو ملزم بالتعويض، فإذا مات يكون ذلك من ماله قبل التركة. فإذا سقط إنسان ومات في هذا البيت فالعاقلة هي التي تحمل المسؤولية، فإذا مات أو كان على قيد الحياة. إذن على كل حال عندنا العقد وعندنا المسؤولية التقصيرية. هنا كنقول العقد ناتج عن الأطراف اختيارا، فإذا لم يكن اختيارا فالعقد باطل، وإذا كان بإرادة منفردة فهو يتحمل المسؤولية وحده، وإذا كان ناتج عن مسؤولية تقصيرية فالذي وقع في الضياع عليه أن يطالب الجهات المعنية، وليس له الحق في أن يقتص هو بنفسه، لا، وإلا رجعنا إلى العصور الغابرة. هذا كان وجود في البادية المغربية وكيلة ملكية ولا تحاجة الزروطات يلي خدامة والعصبية القبلية، ولكن الآن نسبيا تطور الأمر نسبيا، العصبية القبلية هذه الموجودة من القصد. مثلا الرجل ينفق على أبنائه وعلى الآباء وعلى الزوجة إلى غير ذلك، فهل هذا إلزام أو التزام؟ إلزام أو التزام؟ إلزام. إذن بالنسبة لنفقة الرجل على زوجته إلزام ولا التزام؟ إلزام. أيوة خصك تفكر شوية في الاصطلاحات اللي قلناها أصلا، بهذا مازال أمور أخرى باش نطرقوا. إذن من ألزمه؟ الشرع. ولكن نفقة الرجل على الزوجة كانت فقيرة أو غنية، فالنفقة على الزوج واجب ولو كانت فقيرة. هل هذه النفقة ناتجة عن الإلزام أم ناتجة عن الالتزام؟ عن الالتزام. التزام. من ألزمه بالزواج بهذه المرأة حتى ينفق عليها؟ التزام. إذن قبل العقد هل كان بإمكانه أن ينفق على هذا؟ لا. إذن التزام. لاحظوا، وهذا الرجل
هو ملزم أم غير ملزم بالنفقة على أبنائه؟ ملزم بالنفقة على أبنائه، هل هو التزام أم إلزام؟ وإذن هو إلزام أم التزام هي نتيجة واحدة، ولكن من حيث المصدر من ألزمه بالنفقة على ابنه؟ الشرع. إذن ومع ذلك متى يكون ملزم بالنفقة على ابنه وعلى بناته؟ عندما يكون قادرا. عندما يكون هذا الطفل لا مال له، والأصل أن النفقة كل في ماله، فإذا ازداد غنيا فلا حق للأب أن ينفق عليه، فإذا ازداد غنيا فالنفقة تكون من ماله، وتخرج الزكاة من ماله، وزكاة الفطر من ماله، فالأب لا ينفق عليه، لأن الأصل كل النفقة في ماله. لكن إذا لم يكن له مال، شحال من واحد يزداد غنيا بوصايا وهبات، كل واحد رزقه. إذا فهذا الشخص هل الأب مكلف بالنفقة عليه؟ لا، مكلف بالمحافظة على مال هذا الطفل إلى أن يصبح راشدا، ماشي يبيعو يمشي يأدي به الفريضة ولا شيء، لا حتى يرشد، وذيك الوقيتة على الأقل حتى إذا استعمل هذا المال يستعمله بمعروف، وأن يحرك هذا المال حتى لا يضيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتجروا في إن كان يتيما هذا، اتجروا في أموال يتيما حتى لا تأكلها الزكاة. عنده 10 مليون كل عام يخرج عليها، كل عام يخرج عليها من الأرشاد، جبر كل شيء، كله الفقراء والمساكين، ما ذنبه؟ إذن وبالتالي أيضا الهدف هو تحريك المال، لا يبقى المال راكدا، وهذا هو التخلف الموجود في البلدان المتخلفة. قد تجد إنسان في بلدان أخرى داو 10 مليون 20 مليون ومخدم معاه 30 دناس، والجبرنا هنا عندنا ناس هنا أفلحوا مالي الملاير في الخناشير، ولكن لا أدري، قد يكون سببا، قد أسباب متعددة، أسباب متعددة، ولكن الشرع عندما نرجع إلى الأصول والقواعد نجد أن الشرع لا بد أن يتحرك هذا المال، لا يبقى راكدا لأمور متعددة. إذن رجعوا لنا، إذن الأب ملزم بالنفقة على أبنائه إذا كان لا مال له، أما إذا كان هذا الطفل أو هذه الطفلة أب، فهل هو ملزم؟ هل هو التزام أم إلزام؟ هل هو التزام أم إلزام؟ ما جاوبتوش. هل هو التزام النفقة على الإب الذي لا مال له؟ هل هو التزام؟ إلزام. ألزمه الشرع وألزمه القانون، ولكن الإشكال يتزوج ويكتري شقة ويخلي الأطفال ويهرب ويمشي لشي شيء آخر، هذا ما يصطلح عليه في الفقه الإسلامي إلا في القانون بإهمال الأسرة، إهمال هذا اصطلح في القانون. إذن فالأب ملزم، ألزمه الشرع وبقوة القانون، بقوة الشرع أنه ملزم بالنفقة على الأبناء، ويقوم ما بوسعه، لكن ليس القانون هو الذي أطال، لا، الشرع، الشرع أمره العباد العمل على الأسرة عبادة، إذن الشرع ألزمه. بالنسبة للآباء والأجداد، فالآب هل هو ملزم بالنفقة على أبيه وبالنفقة على أمه؟ وهل وإذا كان كذلك هل هو إلزام أم التزام؟ إذن الأب إذا كان الأب غنيا والأم غنية لا تجب النفقة على الأب تجاه الأب، إذا كان غنيا
إذا كان له مال، لكنه إن كان فقيرا فهو ملزم. من ألزمه؟ إذن هو الإلزام والالتزام. إلزام والالتزام إلزام. من ألزمه؟ ألزمه الشر. إذن نحاول، قلنا في سابقا قلنا هو الإلزام، عندنا التزام، وعندنا ضمانات. ضمان هذا معروف في الفقه الإسلامي، نسميه الضمان، هذا يدخل في الالتزام. ولكن إذا رجعنا الوحدة بعنوان الالتزام نكون قد أبخسنا الفقه الإسلامي. إذا في الفقه الإسلامي شامل لأمور أخرى، ولكن على الأقل الأهم منها. إذا الالتزام، فإذا كان مصدره الشر، أو مصدره الأطراف، أو مصدره مسؤولية تقصيرية، أو الخطأ، هي نتيجة واحدة. هذه النتيجة تتجلى في كون أن هذا الشخص لا بد وأن يؤدي، لا بد وأن يخرج ما بذمته، كيف ما كانت سواء كان الإلزام. نعم من حيث المصدر مختلفين، ولكن من حيث النتيجة واحدة. طريقة العمل كيف سنعمل مستقبلا؟ نرجع إلى المصادر في الفقه الإسلامي نعتمد عليها، ثم بعد ذلك يعني من فقهاء الإسلام، ثم بعد ذلك أيضا نعتمد على فقهاء الإسلام متأخر المذهب مثلا. إذن ولكن لا بد وأن نبدأ من الأعلى. الفقه الإسلامي يبدأ من الأعلى إلى ما نصل إليه الآن. مثلا عندنا عقد البيع، وعقد الزواج، وعقد الهبة إلى غير ذلك. فمثلا عقد الزواج، فإذا رجعنا إلى عقد فعمره مثلا 100 سنة أو أكثر أو أقل، نبدأ بالأعلى. إذن الأركان هي الأركان، الشروط هي الشروط، لكن هناك مستجد آخر جديد طرأ على الواقع. إذن عقد الزواج، لاحظوا، فيه أركان وفيه شروط، فيهاش خلاف أركان وشروط. هناك من أخلط بين الأركان والشروط، ولكن هذا تساهلا بالتسمية، لا يعني أنه لا يعرف الركن ولا يعرف شرط. تساهلا في التسمية ونظرا لدقة وقداسة هذا العقد. فمثلا عندنا الأركان الزوج والزوجة والصيغة. إذن الأركان هما هاتلنا الأركان، هذا باتفاق الفقهاء. عندما نقول الزوج، هل يمكن هل يكون هذا الزواج بدون زوج؟ لا، ما عنده حتى معنى. هل يكون بدون زوجة؟ لا، ما عنده حتى معنى. هل يكون بدون رضا الأطراف؟ ما عنده حتى معنى. لاحظوا، إذا اختل ركن من هذه الأركان التي ذكرت، ما حكم هذا العقد؟ باطل، باطل من أساسه. لكن فإذا رجعنا إلى المهر، ورجعنا إلى الولي، ورجعنا إلى الإشهاد، المهر، هل يمكن أن نتصور عقدا بدون مهر؟ ماذا يسمى هذا المهر؟ ماذا يسمى هذا الزواج؟ ماذا يسمى؟ يسمى نكاح التفويض، لم يتفق على الصداق.
إذا بمعنى كائن العقل. لكن إذا لم يكن هناك رضا الصيغة فالعقد أصلا لاغٍ. لكن إذا رجعنا إلى الصداقة هل يمكن أن نتكلم عن عقد بدون صداق؟ كنا شنو اللي كاين؟ لا يمكن لأطراف العقد أن يتفق على إسقاطه لهذا، فيها شيء إشكال. لكن قد لا يسمى هذا الصداق ويسمى بنكاح التفويض. الزوجة فوضت أمر للزوج وهذا فوض لهذا، يسمى نكاح التفويض. إذا كينا نكاح، إذا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتمم ذلك، لكن لا بد من تسمية هذا العقد، لا بد من تسمية هذا صداق عند الدخول. إذا لا يمكن الدخول بدون تسمية، لكن يمكن أن نتصور العقد بدون صداق وهو ما يصطلح عليه بنكاح التفويض. إذا هذا يسمى بالشرطي ولا يسمى ركنا. أما إذا كان ركنا لا يمكن، إذا العقد باطل. أيضا فإذا رجعنا إلى الولي، والولي اختلف فيه الفقهاء، فمثلا إذا رجعنا إلى قول الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، العضل المنع، فهذا الخطاب موجه للولي خلاف فقهي. لا نريد الدخول في خلاف فقهي، وإنما نريد هل هو شرط أم ركن. هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء، فالحنفية عندهم لا من الأركان ولا من الشروط، فالمرأة الرشيدة إذن عندهم الزواج، عندهم الولي على القاصر والقاصرة، عندهم الولي على القاصر والقاصرة. أما الرشيد والرشيدة لا ولاية عليهما، إذن الرشيدة تزوج نفسها. إذن هذا خلاف فقهي، وأشرنا سابقا هذا هو مجال المجتهد أو المذهب، هذا هو مجال اجتهاد المجتهد المذهب. إذا اختلف الفقهاء في ذلك، إذا هناك من قال بأنه ركن وهناك من قال بأنه شرط، فالمالكي يعتبرون الولي من الأركان ويستندون بهذا النص، هذا النص ولا تحضرهن أن ينكحن أزواجهن ولا تحضرهن أيها الأولياء. أيضا هناك نص آخر قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. هناك من قال لا نكاح صحيح مالكية، بمعنى فإذا وقع الزواج بدون ولي العقد غير صحيح. الحنفية يقولون لا نكاح كامل، إذن هذا المحذوف يقدرونه، إذن الولي مختلف فيه بين الفقهاء بأنه هل هو من الأركان أو من الشروط، فالمالكي عندهم من الأركان والحنفية عندهم من الشروط. لكن مدونة الأسرة أخذت بالمذهب الحنفي في طرف واحد. إذا كانت المرأة رشيدة هي التي إذا أرادت أن تعقد على نفسها فلا ذلك. إذن هذا المدونة كانت تتصيد الأحكام من مذاهب مختلفة، بل أحياناً أخذت حتى بعض التشريعات العربية. إذن أمثالي، فمثلاً عندنا الزواج فيه أركان وفيه شروط، المتفق عليها من الأركان ثلاثة والباقي مختلف فيه. هناك من قال رب وهناك من قال شرط.
إذا بقي الإشهاد. الإشهاد هل يعتبر من الأركان أم من الشروط؟ وإذا عندما نقول الإشهاد، واش أثناء كتابة العقد أو أثناء الدخول؟ حتى المالكي يعتبرونه أثناء الدخول، أما أثناء كتابة العقد لا، لأن على كل حال كنا نتكلم عن الالتزام وبينا ما معنى الالتزام. الأطراف تلتزم فيما بينها كعقد الزواج، كعقد البيع هو التزام، ولكنه عقد الطلاق، عقد الطلاق هل نعتبره عقد؟ إذا الطلاق هل نعتبره عقد؟ أنا قلت لكم في البداية هذه المادة هي من المواد المهمة، وهي مدخل لكل الوحدات واصطلاحات متعددة. وإذا عندما نقول زواج هو عقد، ولكن عندما نقول طلاق هل هو عقد؟ فسخ، ما معنى الفسخ؟ خلينا نصطلح شعيره، هل هو عقد؟ وإذا العقد هل هو عقد بين طرفين أم بإرادة واحدة؟ بإرادة واحدة. وإذا هنا في الحالة هذه شنو أنا باغي من هذا الجانب؟ على الطالب أن يكون دقيقا في مفهوم في اصطلاحاته وهو يتعلم قبل أن يتخرج. إذا الطلاق، عندنا الطلاق، عندنا التطليق، وعندنا الخلع، وعندنا اصطلاحات متعددة. ولكن عندما نقول الطلاق، الطلاق يكون بيد الرجل، وقبل رجوعنا إلى مدونة الأسرة يكون بيد الرجل. نعم، فإذا كان بيد الرجل هل هو عقد أم بإرادة منفردة؟ بإرادة منفردة. إذا قلنا الزواج لا عقد، إذا قلنا الإرادة أو التصرف الانفرادي بمعنى ناتج عن طرف واحد، هذا كان سابقا عند النزاع بين الزوجين، كان الزوج يرسل الزوجة إلى بيت أبيها وبعد أسبوعين يلحق هذه الزوجة بالطلاق. لكن الآن قلنا هذا الأمر لا يمكن مباشرة، كان يذهب عند الجدود. الآن والذي يريد الطلاق والذي يريد الزواج لا بد أن يذهب إلى المحكمة في الفرح وفي الطرح، لا بد من المحكمة. لكن اصطلاحات متعددة. عندما نقول الطلاق، طلاق رجعي، عندما نقول الأصل في الطلاق هو الطلاق رجعي، هذا هو الأصل ويكون بيد الرجل. لكن الآن المدونة الجديد لا بد وأن يذهب إلى المحكمة، والمحكمة تسمع للأطراف. فإذا قررت المحكمة بعد سماعها الأطراف وبعد عملية محاولة الصلح لا بد من التفرقة بينهما، تعطي أمرا للسادة العدول بكتابة هذا العقد. إذا المحكمة ماشي خلفة المصطلح الشرعية، لا، تعطي أمرا قبول الزوج يذهب وحده
كان طلاق رجعيا، ولكن الطلاق الآن اصطلاحات متعددة. عندنا الطلاق وعندنا التطليق. طلاق، طلاق رجعي، طلاق اتفاقي، طلاق خلعي. الآن الرائج هو الطلاق الاتفاقي والطلاق الرجعي. عندما نقول رجعي فالرجل يذهب إلى المحكمة ويطلب بالطلاق ويتحمل تبعات هذا الطلاق، هذا الطلاق الرجعي. وعندما نقول طلاق اتفاقي يذهب الزوج والزوجة معا إلى المحكمة ويتفقا فيما بينهما. قد يكون ذلك بمقابل وقد لا يكون ذلك بمقابل، المهم اتفقا وكتبا الالتزام فيما بينهما وذهبا إلى المحكمة. فالمحكمة تحاول وبقدر الإمكان ترشد، تحاول محاولة صلح. فإذا أصر بناء على اتفاقهما تعطي أمرا لسد العدول. إذن هذا جزء أنواع هما اللي كاينين، هما اللي خدامين الآن. كاين اصطلاح آخر موجود في الفقه الإسلامي، فالمرأة تختلع من زوجها. تختلع هو الآن هذا موجود، هذا الخلع هو موجود في الطلاق الاتفاقي، لكن يمشي يتفقوا فيما بينهما. إما يعطيها شي حاجة أو تعطيها شي حاجة ويتفقان فيما بينهما. لكن اصطلاح الخلع المرأة تختلع من زوجها لأسباب متعددة. قد يكون ذلك بمقابل مادي، وقد يكون ذلك بأنها تلتزم لا تطالب هذا الزوج فيما مر من الشهور بالنفقة عليها. لكن يجب أن يكون هذا الحق هو من حقوق الزوجة. مثلا هذه المرأة تختلع ولكن تختلع بحقوق أبنائها، لا يجوز شرعا حتى ولو فعلت ذلك. وبعد أن تحصل على هذه الوثيقة، وثيقة الطلاق، تذهب إلى المحكمة من جديد وتطالب هذا الرجل بالنفقة على أبنائه. إذن تختلع بحقوقها بمالها، لكن ليس أن تختلع بحقوق غيرها. إذن تقول يا سيدي يبقى الطلاق والأبناء أنا مكلفة بهم، أنا أنفق عليهم. هذا مش حقك، هذا حق الأبناء. إذن هنا لا يجوز. فإذا ويقع هذا، لكن إن وقع ذلك وكان ذلك مدونا ومكتوبا بعد أخذها هذه الوثيقة، عليه أن تذهب إلى المحكمة وتقول بالفعل أنا تكلفت بالنفقة ولكن أسبوع أسابيع عام ما أقدرش الآن باهم ينفق عليه. الاصطلاح الثالث هو التطليق. لا يعني هو اصطلاح جديد، موجود في الفقه الإسلامي، إنما فيه ما فيه، لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج. عندما نقول التطليق هل يكون بيد الرجل؟ هذا هو الاصطلاح. لا، يكون بيد المحكمة. من من حقه أن يطالب هذا، أن يطالب إذا مدون اعتمادا على مصادر أصيلة في الفقه الإسلامي. قد يكون ذلك من الزوج وقد يكون ذلك من الزوجة، وفي والظاهر أنه كان يعني بطلب من الزوجة سابقا. فالمرأة عندما تشعر بأن هذا الزواج ليس كذلك، بقى شيء لا يعطي أو لا نطبق ما اتفقنا عليه في العقد، تذهب إلى المحكمة وتطلب المحكمة بتطليقها من هذا الرجل. وإذا عندما نقول التطليق فالطلاق يكون بيد المحكمة، تسمع للأطراف. فإذا تبين للمحكمة أن هذا الطلاق متعدد بناء على وسائل ووثائق وشهادات إلى غير ذلك، فتحكم المحكمة بالطلاق ولا دخل للعذور هنا.
لكن عندما نقول طلاق المحكمة تعطي أمر سير وسداد الأدل، لكن عندما نقول تطلق المحكمة تحكم، ولكن حتى يتبين ذلك. فإذا طلب الرجل التطلق فغالب الرجل عندما يطلب التطلق أو المرأة يكون ذلك يعني مبين في أمور من بين المرأة عندما تطلب، إما للعشرة وإما لعدم الإنفاق وإما ولكونه غائب وإما إلى غير ذلك، فتطلب المحكمة لغياب هذا الزوج أو لعدم اهتمامه بهذه الأسرة أو إلى غير ذلك. فالمحكمة عندما تنظر في هذه القضية وتتأكد من حجاج واضحة وعن طريق الشهود تحكم ويصطلح عليه بالتطلاق. قد يطلبه الرجل كذلك، إذا تطلق سابقا في حق الإسلامي كان في غالب الأحوال يكون خاص بالمرأة، لكن الآن من حق الرجل كذلك. عندما يريد أن ينفك من هذه المرأة لأسباب متعددة يطلب، وعندما يطلب ماذا يقصد؟ أنه لا يؤدي ما يستحقه من نفقة ومن عدة ومن تمتع. لماذا؟ لأن هذه المرأة وجد فيها ما وجد إلى غير ذلك. إذا فلاحظوا، إذا شفت الرجل يطلب تتبع الشغب بمعنى يكون القصد أنه خصو ما أعطيهاش الحقوق ديالها المتعلقة بالطلاق. لكن بالنسبة للمرأة عندما تشعر بأن هذا الرجل لا يبالي ولا يطبق شروط العقد آنذاك تذهب إلى المحكمة. لكن الرجل إذا ذهب بهذا الاصطلاح يكون الهدف منه أنه يجب أن يكون هناك فصل بينهما، ولكن بدون تكاليف لما شاهد أو وجد إلى غير ذلك على هذه المرأة. إذن القصد الزواج له أركان وشروط، نقول عنه عقد، لكن طلاق لا نقول عنه عقد. لكن إذا قلنا تطلق هذه مسألة متعلقة بالمحكمة حتى تحكم المحكمة، هذا نسميه نسمي هذا الحكم، هذه النتيجة عن هذه المحكمة نسميه عقد. هذا يجمع بين الطرفين. لكن الطلاق بهذا الاصطلاح يكون بيد الرجل. لكن بالنسبة لعقد البيع ماذا نسمي هذا العقد؟ عقد البيع نسميه عقد. لماذا؟ لأنه كان ناتج عن رضا الأطراف، فيه أركان فيه شروط. عقد الهبة ماذا نسمي هذا العقد؟ عقد الهبة، عقد صادر عن إرادة منفردة. إذن عقد الهبة أو عقد الصداقة إذن ماشي عقد، فإن عقد انفرادي حسب الاصطلاح القانوني. إذن عندما هذا الشخص يلتزم بالتبرع أو بالنفقة أو بالصدقة فهو الذي يكون مدين وصاحب الحق أو الدائن والطرف المستفيد. لكن إذا قلنا مثلا عقد البيع هل هو من العقود الملزمة أو من العقود الجائزة؟ مادة من أصطلاحها، هل هو من العقود الملزمة أو من عقد البيع؟ عقد البيع هل هو عقد لازم أم عقد جائز؟ عندما نقول جائز لا نقصد أنه جائز من الوجه الشرعي، لا، صريح آخر. عندما نقول عقد البيع هو عقد ملزم أم عقد جائز؟ عندما نقول عقد ملزم فإذا باع البائع واشترى المشتري هل من حق البائع أن يرجع؟ لا. أو من حق المشتري أن يرجع؟ لا. لا. إذن هذا عقد البيع ملزم. هو عقد ملزم. فإذا رجعنا إلى عقد الزواج
عقد ملزم أو عقد جائز؟ جائز. إذا أنا عندما نقول ملزم لا حق لأحد الأطراف أن ينفك منه إلا برضاهما من جديد، ولكن عندنا الطلاق أحيانا يمكن للرجل، هذا هو الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وهذا. إذن هو عقد جائز في بعض جزئياته ماشي الكل. أيوه مزيان. عقد الشركة، عقد الشركة هل هو عقد ملزم؟ إذا العقود نتكلم عليها لاحقا، منها ما هو جائز ومنها ما هو ملزم. جائز ماشي من جانب الشرعي، كل الأمور الخارجة على الشرعي لا نتكلم عنها، لكن الصلاح جائز من هذه الزاوية، جائز من حقه أن يتحلل من هذا العقد بانفراده وحده، عقد الشركة مثلا. هلك هالك وترك المال للورثة شركاء، هل الورثة ملزمون بالبقاء على الشركة؟ لا. إذن سواء كان راشدا أو قصيرا، إذا قصر قاضي شكون قصر المكلف، لكن لا بد من أن ينيب عنه من يحفظ مصلحته. لكن عندما نقول عقد الشركة هل هو عقد ملزم؟ هل هو عقد جائز؟ عقد جائز بمعنى من حق مثلا فلان وفلان، هذه الشركة قد تكون قضاء وقدرا كالإرث، وقد تكون اختيارية، شركا فلان وفلان فيما بينهما من أجل حرث أو من أجل التجارة أو من أجل إلى غير ذلك، لكن هل هو ملزم بالبقاء في هذه الشركة؟ لا، غير ملزم، لكنه قد يكون ملزما فترة زمنية، مثلا اشتركا فيما بينهما واتفقا على أن تستمر الشركة عامين، المسلمون عند شروطهم ملتزم بتلك العامين. إذا ففي هذه الحالة هذا العقد هو عقد جائز. عندما نقول جائز من حق أحد الأطراف أن ينفك منه وحده، لكن لا بد من نتمعن في النص، فإذا كان النص ينص على أنه لا بد وأن تستمر هذه الشركة فترة زمنية، آنذاك نقول المسلمون عند شروطهم. عقد الوكالة، الوكيل، عندما نقول الوكيل القانون موفق تكون قانونية وقد تكون اتفاقية وقد تكون قضائية، هذه اتفاقية. عندما نقول الوكيل هذا ينوب عن هذا، هل عقد ولا مش عقد؟ عقد. لكنه هل هذا العقد هو عقد ملزم أم عقد جائز؟ جائز. لماذا؟ لأن من حق الوكيل أو الموكل، من حق الموكل أن يقوم بعزل هذا الوكيل. إذن ولكن إذا نصت، إذا كان هناك نص خاص لا بد وأن يستمر هذا المحامي أو هذا الوكيل فترة زمنية معينة وهو ينوب عنه في المحكمة، لا بد وأن يستمر مثلا على الأقل والدعوى في المحكمة الابتدائية يستمر. لكن إذا لم يكن هناك التزام يلزم هذا بالبقاء فيها فهو عقد جائز من حقه، لكن المحاماة عندهم في هذه المهنة قوية.
قيود. من بين هذه القيود فعندما يلتزم بالدفاع على شخصية يرى بصعوبة مستحيلة. بصعوبة بل أكثر من ذلك عندما يرى الأمر خطير لهذه الصعوبات كيمشي يدير محامي آخر ويدير ثالث ويدير رابع باش ما يبيعلوش الملف ديالو يبقى مراقب. وإذا هذا هو عندما نقول عقد جائز أحيانا يكون في ماشي الكل ولكن هذا هو الأصل. عندنا الأصل وعندنا الاستثناء. عقد جائز عقد ملزم. عندما نقول عقد ملزم لا حق لأحد أطراف هذا العقد أن يتحلل منه وحده. وعندما نقول عقد جائز بمعنى من حق أحد الأطراف أن ينفك منه وحده ولا يحتاج إلى الآخر. إن العقود تنقسم إلى أقسام متعددة: عقود جائزة، عقود ملزمة، هناك عقود تبرعات، عقود مشاركات. ولكن الذي يهمنا هو ما يندرج تحت العنوان وهي نظرية الالتزام. تعالوا عشر. إذن دائما الوقت مناسب، العشرات تكون لا زال الأمر هادئ، الإنسان إلى جاء إقراره يقرأ. دائما نكون في الوقت المناسب، فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه، ومن فاتنا يكفينا أننا فتوا. هذا الختم سابقا الحفلات كاين الإنسان اللي يرسل لبعض الأصدقاء يكتبها البيت الشعر كيطلبوا وبإلحاح، ثم في آخر المطاف يقول فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه ومن فاتنا يكفينا أننا نفوته. كيشرح الشطر الثاني: يكفينا أننا نفوته الحلويات والأكل والفرح وإلى غير ذلك. إذا فاللي جاء مرحبا به، شكرا لكم. إذا الحساب البديع كان هكذا هو الحساب الثاني مباشرة المقرر إن شاء الله.